يوم 8 من الأيام التي هي من أيام الحج المسنونة، ويسميه أهل العلم يوم التروية. إذا جاء يوم 8 يحرم الحجاج، من كان مفرد أو قارن فهو محرم، ومن كان متمتع أو من أهل مكة ويريد الحج فإنه يحرم بالحج، ولو أحرم به يوم 9 فلا حرج إن شاء الله. قال أهل العلم: فإذا كان يوم التروية أحرم فيفعل كما فعل عند الميقات، إن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارجها، ولو كان حتى في منى فإنه لا حاجة أن يأتي إلى البيت، ويكفيه إحرامه من منى. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأبطح، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، والمكي يحرم من بيته من أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمهله أو فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة. أخرجه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله: فلما كان يوم الخميس ضحا. شوف، النبي عليه الصلاة والسلام وصل مكة يوم 4 الأحد، 2 5 3 6 7 ثم 8 يوم الخميس، يصير وصل في يعني ظل في البطحاء أو في الأبطح، 4 أيام، ثم أحرم يوم الخميس، أحرم يوم الخميس ضحا اللي هو يوم 8، وتوجه بالمسلمين إلى منى، توجه بالمسلمين إلى منى. هل صلى بمكة الظهر أم صلى بمنى؟ على خلاف عند أهل العلم. والمراد أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم يوم التروية، ويسمى يوم التروية لأن الناس كانوا في القديم يتروون الماء من مكة إلى منى، واليوم ولله الحمد والمنة نحن في نعم عظيمة في الخدمات كافة التي تقدم للحجاج في الحرمين الشريفين وفي المشاعر المقدسة، وقد حصل ولله الحمد والمنة خير كثير من الجهود التي يقدمها ولاة الأمر وفقهم الله لخدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما وخدمة ضيوف الرحمن. فعلينا أن نتعاون مع ولاة الأمر لإنجاح هذه المهمة العظيمة. الحج عبادة وسلوك حضاري، والحرص على التوجيهات والتعليمات والتنظيمات التي تسن لمصلحة الحجاج، والحج رسالة محبة وأخوة ومودة وأمن وسلام للعالمين أجمعين. يصلي في منى الظهر والعصر جمعا ولا قصرا؟ السنة قصرا بلا جمع، السنة يصليها قصرا بلا جمع، صلي ركعتين الحجاج حتى لو كانوا من أهل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والعصر وأيضا العشاء ركعتين، ولم يقل لأهل مكة أتموا، لأن العلة هنا أنهم حجاج، بينما في يوم مثلا الفتح وهم في قرارهم لم يسافروا إلى منى ولم يتلبسوا بالنسك، قال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. أما في الحج فإن القصر سنة للجميع، يصلي الظهر والعصر ركعتين في وقت كل منهما، ثم المغرب والعشاء ركعتين، ثم يصلي الفجر يوم 9 بمنى، هذا الأفضل. لكن لو صلى بعرفة
فلا حرج. واليوم من كثرة الناس والزحام بعض الحجاج وبعض الحملات يتوجهون إلى عرفة ليلة عرفة، وهذا لا بأس فيه إن شاء الله، فيبيت بمنى ليلة التاسع. لو بات بعرفة ليلة التاسع تخفيفا فلا حرج عليه.